عم فكر اطبخ جعجوع رز، قلت لحالي سهله وبعرف اطبخها. دخلك ماما هي شو بدها غير سلق الدجاج وطبخ الرز؟ ها ايوه، ليش هن شو بيحطوا له لسلق الدجاج؟ لحظه، ايه قرفه، ورق غار، بهارات. طيب وماما الرز كم كاسة مي؟ كل كاسة كاستين مي. ايه وشو بدي اقول لك؟ بنحط معه شعرية ولا بلا؟ طيب ماشي مامي، يلا لكن خليني انا هم اطبخ. ايه اذا بدي شي بخبرك. باي. عمش طلعت كتير صعبة. عليكي خليه يعرف قديشني أنا نظيفة، لازم كل شي يكون معقم نظيف. شو لك رجع جبنة محمومة؟ شفت قصي طالع من البيت بكير، قلت لحالي بخلص شغل البيت وبيجي بتطمن عليكي. اهلا وسهلا فيكي. يعني نحن صرنا جيران واهل وما في كلفه بيناتنا، يعني اذا مشغوله برجع بوقت تاني. بالعكس انا مالي مشغوله ابدا، لانه فقت من بكير وخلصت ضب البيت. ايه عن طيبه عن طيبه قصي، متمسك فيكي كل هالقد، ما شاء الله هذا غير جمالك، الله يحميكي الهي. مرسي تانت، خجلتيني. حبيبة قلبي، شوفي أنا جاي أقول لك كلمتي، إذا بتحتاجي أي شيء، أي شيء ها أنا جاهزة، من عيني هي قبل هي، سعرك بسعر بنتي ليلى بإذن الله. أكيد خالي أم ليلى، رح أقوم أعمل فنجانين قهوة ونشربون سوا، كيف قهوتك؟ لا حبيبتي ما بدي غلبك. لا ولو، بالعكس. وسط. تكرم عينك. يو ليه هيك الملح خشن؟ ان شاء الله يتذكر يجيب معه ملح ناعم. شلون يعني بيتذكر؟ يا هو وصيته. حبيبي يعطيك العافية. على مهلك على مهلك على مهلك. بدي نحن نسوي السلطة. طبخات شكلها كثير طيبة. روحي. اجت منك انا؟ وانا؟ انا كوشات كوشات كثير يعني. أنا هيك على فكرة ريحة كثير حلوة. ريحتي؟ الطبخة. طب خلص يلا قصي، روح لغير ثيابك. خليني ساعدك هون، أعمل لك شي شغلة، مد إيدي على البندورات وأعمل لك. بدي روح غسل إيديك قصي. خلص. إيه مو بس ريحة أكلي طيب، لسا بدي خليك تنسى أكلات أمك، وين ما بتروح بدك تقول لهم مثل أكل مرتي ما في. يا ويلي على الروائح الطيبة، عامل لك سلطة على كيف الكيوف. وأنا عملت لك أكلة بتجنن. صبي روحي صبي، ميت جوع. والله عم يسرعونا هالموتورات هون. عادي حبيبي ما تعودت. هاتي روحي هاتي. بيبي هلا بس بدي أقلي بكل صراحة، مو أطيب أكلة دقتها بحياتك؟ مو من تحت ايديك الحلوين اكيد بتكون اطيب اكله. في شي بيبي؟ طيب انت دقتي الاكله؟ لا ليه ناقص شي؟ روحي انت غاسله الدجاج والبطاطا منيح؟ طبعا حبيبي، لكن شو طبعا غاسلتهم، بس انت شكلك مو متعود على الاكل النظيف. حقيقة انا مو متعود اكل رز بالسكر ودجاج وبطاطا بالصابون. ايه
ميمي آسفة، شو بدنا نعمل هلا؟ أول شيء أمي كبي هذا الأكل حرام، بس شو بدنا نساوي؟ يعني ما بيتاكل، بنقضيها نواشف يعني. شوف بالبرات شو في علبة طون شي شغلة. مي كلها صابون. مرحبا حبيبتي، ان شاء الله بس ما تكونوا تغديتوا لاني عامله رز ودجاج واشتهيتكم فيه.